السياسية ومنظمات المجتمع المدني. محدثنا الرئيسي السيد أوليفر كريشر، عضو البرلمان ونائب رئيس التحالف 90 المجموعة البرلمانية لحزب الخضر. السيد رفيق الحلواني، رئيس شبكة مراقبون. السيد جواخيم باول، مدير مكتب تونس وشمال إفريقيا لمؤسسة هانريش بول. الحضور الكريم، يسعدني أنا وفاء بالحاج عمر، مديرة برنامج الانتقال الديمقراطي بمؤسسة هانريش بول الألمانية السياسية، أن أرحب بكم وأشكركم على تلبية الدعوة. تطلق مؤسستنا اليوم بالشراكة مع الفاعلين السياسيين في تونس برنامجها سياسات المستقبل. Thank you very much for invitation in to Tunisia this evening. And I'm very proud to talk about Passé au Vert. اللي عجبنا في المشروع هذا، احنا علاش حتى داعمينه مع هاش بيس مع الهنجش بالشتيفتون، لانه خذوا طريقه حسب راينا كانت ذكيه جدا. ما قالوش نمشيو نعاونوا حزب، قالوا نمشيو نعاونوا الاحزاب الكل باش يدخلوا الناحيه البيئيه في برامجهم.